اي نورمال هير او انه يصير بني ادم ديسيبل. فلانه صعب بالاطفال يقول لك سامع ومش سامع، صعب يعبر، فواجبنا احنا انه نستخدم تولز تؤسس الهيرنج بالاطفال. خلينا شوي بالبداية نراجع شوية اناتومي. اذا متذكرين احنا عندنا الاكسترنال اير مكونة من الاوريكل والاكسترنال اوديتري كانال. الاكسترنال اير بتعمل كولكشن لسيرتن ساوندز اللي احنا سنسيتيف انه نسمعها، فريكوانسيز معينة بتميزنا عن باقي الكريتشرز، وبتعمل امبليفيكيشن لهذا الساوند على التمبانيك ميمبرين، والتمبانيك ميمبرين بتحرك بحرك مع الاوسيكلز، والاوسيكلز اخرها اصغر عظمة بجسم الانسان هي الستيبس. هاي الستيبس بتعمل روكينج موفمنت على الفوت بليت بتاعتها، وبتدخل الساوند من هون من الاوفل ويندو على البيز اوف ذا كوكليا. هلا لما يوصل الكوكليا الساوند بيعمل ستيميوليشن للاوردن اوف كورتي، هاي كروس سكشن بالاوردن اوف كورتي اذا متذكرينه، في عنا اوتر وانر هير سيلز، وهدول بيتحركوا جوا الاندولم، وبرا عنا بسكالا فيستيبيلاي في عنا بيريلم. لما يتحركوا السيريوسيليا تاعت الهير سيلز بيعملوا ميكانيكال موفمنت ستيميوليشن للنيرف فايبرز بالسبايرال جانجليون، وبالتالي بنقل عن طريق النيورو ترانسميترز والنيورال امبلسز انفورميشن من الايت كرينيال نيرف هون للبرين ستيم اذا متذكرين كوكليا نيوكليوس، بعدها عندنا سبيرو اوليفري كومبلكس، لاترال لمنسكس، وعندنا ميديال انفيريو كيريكلاس، ميديال جينيكليت بودي، وبعدين على التمبورال لوب على البرايمري اوديتري كورتكس. بالبيز اوف ذا كوكليا بنسمع الهاي فريكونسيز، وبالابكس اوف ذا كوكليا بنسمع اللو فريكونسيز، ونفس الشيء النيرف فايبرز كلها تونوتوبيكلي مابت. سو كل منطقة إذا تضررت بتضرر جزء من سمعنا، وهذا مهم نفهمه عشان بعدين لما نعمل الفحوصات نعرف كيف هاي الفحوصات بتنعمل شو بتعمل. هلا أغلب حالات الهيرينج لوس بالعالم عبارة عن دمج للهير سيلز. إذا بتطلعوا هون عندنا الستيريوسيليا فيها بروبلم، هذا يعني سكيماتيك دايجرام من الكوكليا بورجينا كيف بيكون السنسوري نيورال هيرينج لوس. اما بيكونوا absent ال hair cells اللي هو sensory hearing loss، المشكلة بالكوكليا اللي هو ال most common اللي نحكي congenital hearing problem، فبيكون عندنا عدد قليل من ال hair cells، والموجودين كمان بيكونوا deformed و abnormal functioning. ال healthy hair cells بيكون شكلها زي هيك، وال damaged hair cells بيكون زي هيك. طبعا عندنا كتير انواع احنا من ال hearing loss، مش كلها cochlear damage، فهلا رح نعمل quick overview لهي الانواع. اول اشي وابسط اشي واشي كثير كومون اللي هو كوندكتيف بروبلم. اي اشي من الاكسترنال اير للستيبس فوت بليت في بروبلم، هذا بصير بعمل كوندكشن بروبلم. يعني مثلا حدا ما عنده اوريكل او اكسترنال كانال مسكره، الطفل انخلق عنده كانال اتريزيا، هذا بعمل مشكله بالكوندكشن اوف ساوند للنيرف والبرين ستيم. ممكن الطبله تكون التمبانيك ميمبرين بيرفوريتد او فيها بروبلم، ممكن واحد وقع أكل ضربة أو بيرث تروما، المهم تعرض لتروما عملت له اوسيكولار بروبلم، صاروا يعني ديسكونكتد من بعض، بطل في كوندكشن للساوند من التمبانيك ممبرين للأوفل ويندو. وفي بعض الأمراض بتكون انهيرتد زي مثلا كالسيفيكيشن على ستيبس فوتبريد زي الأوتوسكليروسيس، هدول كلهم مشاكل بتعمل كوندكتيف بروبلمز. أكثر المشاكل شيوعا بتعمل كوندكتيف هيرينج لوس يكون مثلا في واكس بالإكسانو أوديتري كانال، أو بالأطفال فلويد بالميدل إير، وهدول رح تشوفوهم بعيادات الإي إن تي كتير. نيجي للنوع الثاني، النوع الثاني يكون الدمج انترنال بالإنر إير اللي هو سنسوري نيورال هيرينج لوس، يعني مشكلة بال الكوكليا بالسنسوري هير سيلز الاوتر هير سيلز بالاورجان كوتي، وكمان للنيورونز اللي بتبلش الافرنس من الانر هير سيلز. وممكن يجي لحاله نيوروباثي الاوديتوري نيرف في بروبلم ترانسكتد مثلا تمبورال تروما، ممكن مثلا هايبر بيليروبينيميا بالاطفال صار في كالسيوم ديبوزيشن ونيوروباثي، فممكن يجي ايزوليتد نيرف هيرينج لوس without cochlear problem، بس هذا uncommon خلينا نحكي او less common. وممكن يكونوا اكثر من مشكله مع بعض، ممكن يكون next يعني conductive hearing loss مثلا طفل واكس مسكل دانو، او انولد جديد ويكون يوم معبى او vernix، وبنفس الوقت عنده congenital hearing loss at birth
نتيجة وراثة أو شيء تعرض له مثلا انسلت انت ريت عين. وجديد صار عندنا نوع جديد من الـ hearing loss اللي هو الـ auditory processing disorder. الـ auditory processing disorder إنه الساوند عم بوصل للبرين، بس المشكلة إنه البرين can't process it. هذا جاي تشخيص جديد ومش كثير مفهوم مع السبيكترم تاع الاوتيزم والاي دي اتش دي، وفي اسوشيشن بينهم. للاسف لحد الان ما في كثير فحوصات انه تشخصه، بس بتلاقي مثلا ام جاي بابنها تعمل كل فحوصات السمع طبيعي، بس هو مش عم بسمع، بتقول لك مش سامعني. بس اوبجكتيفلي كل الفحوصات والايمجز والالكتروفيسيولوجيك تيستينج تاع الهيرنج نورمال، فبكون عنده inability to process الساوند اللي وصل البرين. وفاينلي اخر نوع من الهيرنج لوس اللي هو نون فانكشنال او نون اورجانيك هيرنج لوس، ممكن يكون patient malingerer، ممكن يكون عنده psychiatric illness، بس هذا out of the scope of this lecture لانه الفوكس تاعنا بالاطفال. هلا السكرينينج اوف بيدياتريكس اوف هيرنج لوس ان بيدياتريكس مهم عشان تو انترفين ايرلي. The earlier we manage the يعني better language acquisition. يعني مثلا طفل انخلع دف ما بسمع وما ركبنا له سماعة ولا كوكليير امبلانت، واستنينا لصار عمره 20 سنة وجينا هلا بدنا نتدخل، الاوتكمز تاعته على اللونج ران كثير اضعف من حدا اول ما انخلع تشخص وركب سماعة او كوكليير امبلانت. اللانجوج تاعه والسبيتش بيكون مور لايك نورمال. هلا ايديالي كل الاطفال بنخلقوا بالعالم وين ما كان، حتى بالاردن لازم ينفحصوا سكرينينج. اي طفل خلال اول شهر من عمره لازم يتشيك على سمعه زي اي اذر سكرينينج ميديكال ايشوز بالبيدياتريكس ات بيرث. هلا في ناس عندهم higher risk to develop hearing loss اللي هم مثلا دخلوا خداج، اطفال مثلا بيدخلوا عند دكتوره ايمان بدران، low birth weight premature، صار عندهم infection مثلا meningitis. رح نحكي عنهم مين هدول هم ولازم نعرفهم ونحفظوهم. هدول ما بكفي حتى اعمل لهم سكرينينج مره، لازم اعمل لهم سكرينينج عده مرات. يعني ممكن انا افحصه اكبر الاقي نورمال، بس مثلا عنده ريسك اللي هو الفاميلي هيستوري، ممكن الفاميلي هيستوري يبلش يظهر الافكت تاع الجينيتك هيرينج لوس later on مش immediate at birth، فممكن على عمر 4 سنين يبلش الهيرينج لوس تديفلوب عنده. فلازم احنا على عدة مراحل سكور انتري وبعدين انه نعمل ريتشيك ونخبر الاهل انه بده ريتشيك حتى لو هي passed the initial screening at birth. هلا تقريبا 50% من الاطفال اللي عندهم هيرينج لوس ما عندهم اي ريسك فاكتورز. وشو الفكره من هذا الموضوع او شو الامبليكيشن انه ما بنفع افحص بس الاطفال الاتريسك، لازم افحص كل الاطفال اللي بنولدوا على وجه الكره الارضيه. هلا اذا بنطلع على الدايجرام الاولى، هاي يو كي بيس داتا، بقول لك الانسيدنس ان نيو بورنز اوف سنسوري نيورال هيرينج لوس 1 لـ 2 بير 1000. طبعا احنا عندنا الفيجر بتوصل 13، لأنه احنا عندنا كونسانجيوس ماريج وعندنا مور جينيتيك كومبوننت. خلينا نحكي واذا بتطلعوا ات بيرث ان نيو بورنز الجينيتيك كومبوننت 60%، وفي 20% سيندروميك، وفي عندنا سي ام في انفكشن بشكل 20%. فكل الاطفال اللي بتعرضوا لسي ام في انفكشن لازم ينفحصوا، واذر انفايرمنتال فاكتورز رح نحكي عنهم. فاذا الجينيتيك كومبوننتس از ذا بيجست كومبوننت اوف ريسك خلينا نحكي. بس لما يكبروا prevalence in children لما يصيروا أكبر مثلا لحد 15 سنة بصير بزيد، بدل 1 لـ 2 بكل 1000 بصير 3 لـ 4 بكل 1000 عندهم hearing loss. وطبعا عندنا احنا duplicate على يعني أكثر بكثير، بس genetic component بخف وبصير عندنا ال environmental factor اللي هدول يعني نتعرض لنويز. يعني وقت حرب سوريا مثلا كان يجينا أطفال جنبهم انفجر blast injury، صار في انفجار فطلعوا صار عندهم hearing loss. مثلا طفل كان ما ماله شيء وصار عنده bacterial meningitis. فالرول اوف environmental factors بزيد as the child grow older. هاي study انعملت بال 2014 بالأردن وبتورجينا أول شيء إنه low income countries عرضة أكثر إنه يكون في عندها hearing loss،
والأردن تقريبا 13.7 بير 1000 بيرث في عندهم سنسور نيورال هيرينج لوس، وهذا رقم كتير عالي. خلينا نحكي عن ريسك فاكتورز فور هيرينج لوس بالأطفال. أول شيء في سكشن أول ثلاثة هدول اللي هم البرينيتال، والبيبي ببطن أمه تعرضت لأشعة، أخذت أوتوتوكسيك ميديكيشن، أو التشايلد أفتر بيرث أخذ الأوتوتوكسيك ميديكيشن، أو الأم تعرضت لتورتش انفكشن، سي إم في، هيربس، سيفلس، كل هدول بيعرضوا الطفل إنه يصير عنده هيرينج لوس. later on at birth and shortly after birth إذا الطفل صار عنده أسفيكسيا، هايبوكسيا، لو أبجار سكور، واحتاج تراوند ميكانيكال فنتيليشن أكثر من 5 أيام، أو انولد لو بيرث ويت أقل من 1.5 كيلو، بريماتشور، الهايبر بيليروبينيميا اللي بوصل لمرحلة إنه بده فوتوثيرابي، أو تعرض لإنفكشوس ديزيز زي المينينجايتس، أو ظهر عليه soon after birth stigma بدل إنه ممكن يكون عنده كرينيفيشال انوماليز او سيندرومز. هذول الريسك اللي اراوند ان بيرث. ليتر اون بس يكبر الطفل بصير يتعرض اكثر لهيد تروما، والهيد تروما برضه ريسك فور هيرينج لوس. يعني بجيني على العيادات مثلا طفل ما ماله شيء، كان صف اول صف ثاني تعرض لضربه على الراس، وقع من العماره من الشقه، وصار عنده هيرينج لوس بالجهه اللي وقع عليها. ممكن تكون نتيجه تمبورال بون فراكشر، ترانسكشن بالنيرف، او ديسربشن بكل الاناتومي تاع الكوكليا. كمان الفاميلي هيستوري از ا سترونج ريسك فاكتور اول ثرو اوت يعني حياه الانسان. اذا في فاميلي هيستوري اوف هيرينج لوس في بريفالنس عالي يعني اب تو 50%. هلا children with neurodegenerative disorders كمان are more at risk. الاطفال عندهم developmental delay اكثر، microcephaly، كل هاي الايشوز. وال Joint Committee of Infant Hearing listed two things as risk factors for hearing loss. هم مش actually risk factors بس هم indications to do the test، اللي هم ال parental أو the caregiver suspicion of hearing loss. إذا الأهل شاكين بسمع ابنهم لازم ينفحص، وهذا list as a risk factor. وكمان إذا في delay بالspeech، هذا أكتر شيء بنشوفه بعيادات السمعيات بمستشفى الجامعة. بيجينا أطفال متأخرين بالحكي، أول إشي بندور عليه إنه يكون ما في hearing loss. إذا ما في hearing loss this is a good sign. إذا في hearing loss we have to intervene عشان يسمع ويصير يحكي. أما إذا ما في hearing loss we have to look for the reason and deal with it. طب أول شيء أهم شيء الهيستوري والفيزيكال اكزامينيشن. دائما نسأل نحكي مع الأهل نعرف اكزاكتلي شو هم الريسك فاكتورز اللي ذكرناهم. أنا عادة بحاول تو سكرين أي طفل بيجيني على العيادة بكل الأشياء اللي حكيناها بجدول ريسك فاكتورز. في عندكم بالعائلة ضعف سمع؟ في صوت؟ في حد بسأل؟ أوكي. في عندكم بالعائلة ضعف سمع، الولد دخل خداج، احتاج علاج ضوء لصفار، كل هاي الأسئلة we have to check. بعدين نعمل clinical examination، نطلع على الأوريكل منظرها نورمال، لوست إير ولا عادي لأنه ممكن يكون عنده سندروم، هل الكنال تاعت الإير فاتحة بيتن، can I see the tympanic membrane أو لا، هل في craniofacial malformation بشكل ممكن يكون يعني عنده سندروم أو أي stigma of syndromes. نتطلع عليهم ناخذ هيستوري من الاهل. هلا نيجي على examples، مثلا الاطفال بنشوفهم بيكون عندهم مايكروشيا. طبعا المايكروشيا جريد يعني هاي خلينا نحكي some sort of مايكروشيا حجمها قليل الاوريكل وما في كنال، وهي بتعمل severe conductive hearing loss. هون طفل ما عنده اصلا، طفله ما عندها external ear، عندها انوشيا. ممكن نفحص قبل ما نعمل اي فحوصات، ممكن يكون بس واكس مسكر الدان عامل مشكله. يعني بيجينا اطفال مثلا سكرين بالمحافظات، بيجي ممرضه بتحط جهاز السكريننج اللي رح نحكي عنه وبطلع فيل، بطلع انه did not pass the screening، الطفل في عنده مشكله، بقولوا له الولد اطرش. تفحصه بيجي على العيادات بطلع بس واكس مسكر الدنيا والفحص لغلط. ففي كتير هامش خطأ اذا احنا we proceeded for testing بدون examination. بدنا نحكي هلا على البارت الجديد عليكم كثير اللي هو الاوديولوجيك تولز اوف هيرينج اسسمنت. في كثير اوديولوجيك تيستينج، انا رح اركز على الفحوصات بتاعت الاطفال اليوم. اول فحص اهم فحص اللي هو الاوتو اكوستيك ايميشن، من اسمه اوتو يعني اير،
اكوستيك، يعني في اكوستيك سيجنال ايميشن، ايميشن اصدارات صوتيه، يعني في عنا اكوستيك ايميشنز عم تطلع من الايد الكوكليا، احنا مش بس بنسمع فيها الموفمنت تاعت الستيريوسيليا والكاينوسيليوم بالاندولمف، بيطلع يعني لو انتنسيتي اكوستيك سيجنال، اذا حطينا بروب على الدان جهاز بيقدر to pick it up and record it، هاي بنسميها auto acoustic emission. إذا كان عندنا normal outer hair cell المفروض نقدر نلقطها بهذا الفحص. هلا رح نحكي عنهم كلهم بالتفصيل. ال ABR ال auditory brain stem response audiometry، audiometry يعني فحص سمع، auditory brain stem response يعني احنا حطينا auditory stimuli وشفنا response من ال brain stem، وهذا electrophysiologic testing زي ال EEG. هلا برجيكم صور ونحكي أكثر عنه. الفحص الثالث اللي هو البيور تون اوديومتري، اوديومتري زي ما حكينا فحص سمع، وبنعرض المريض لبيور تون. شو يعني بيور تون؟ يعني سنجل فريكونسي بس 1000 هرتز، نشوف سمعها ولا لا وقديش اوطى صوت سمعه، 2000 4 8 و500، هذول نفحصهم بالعاده. هذول الفحص البيور تون اوديومتري بيشمل انه المريض يحط سماعات ويكبس لما يسمع، فما بزبط مع اطفال الصغار كثير زي نيو بورنز، وما بزبط مع الاطفال اللي عندهم اوتيزم اي دي اتش دي او سي بي، فلازم يكون عندنا اذر اوبجكتيف تيست ما تعتمد على السبجكتيف ريسبونس تاع ال patient. بنيجي للبلاي اوديومتري، من اسمه بلاي اوديومتري، فحص سماع باللعب، هلا بورجيك صور نشرح عنه. وكمان في عندنا فحص بيشبهه الـ Visual Reinforcement Audiometry، هدول كلهم alternatives، إذا واحد ما زبط نستخدم الثاني، ما بنعملهم كلهم لكل الأطفال، وبنشوف الطفل شو قادر إنه يعمله، بختار من هدول إيش الأشياء اللي بتعطيني الـ Most Beneficial Information و Most Sensitive Information، وبقرر لكل طفل شكل. وآخر فحص هو مش فحص سمع، هو فحص Middle Ear التمبانومتري، برضه رح نحكي عنه، بس ضروري انه نعمله مع هدول الفحوصات على اساس انه مرات بيكون في مشكله بالميدل اير زي فلويد او اكسترنال اير زي واكس، ممكن تعطينا نتائج غلط للفحوصات السابقه، فلازم نعمل تشيك قبل هدول الفحوصات بالتمبانومتري. هلا الاطفال الانفنتس والتشيلدرن اللي ما بيقدروا يعطوني بيهيفيرال ريسبونس، بيقدروش يكبسوا، بيقدروش يقولوا لي انا سمعت، نعمل لهم اوبجكتيف تيست الاوتو اكوستيك اميشن والاي بي ار. اما الاطفال اللي كان يعني ريسبوند تو مي بغرفه الفحص، نعمل له بيور تون اوديومتري، بلاي اوديومتري، والفيجوال ري انفورسمنت اوديومتري. زي ما حكينا موست نيد تو بي اكومبانيد مع فحص ميدل اير، نتاكد انه ما في ميدل اير باثولوجي عم تعطينا نتائج غلط. نيجي للفحص الاوتو اكوستيك اميشن، زي ما حكينا الكوكليا بروديوز ساوند. دكتورة نعم سوري على المقاطعة، بس إذا كان الأهل بيحكوا إنه الطفل ما الطفل بيستجيب، بس أنت بالفحص حسيتي إنه مش قاعد يستجيب، بس الأهل متأكدين إنه ابنهم بيسمع. أكيد ما برد عليهم، ليه؟ أكيد أهل حكي الأهل مهم، بس الطفل ممكن يعيش بدان واحدة، يعني أنا بيجينا ناس مثلا بيكون عايش طول عمره، عمره 20 سنة وجاي يفحص فجأة بنتفاجئ إنه ديد إير، وخلق هيك مش عارف إنه لازم التنتين يسمع فيهم، متعود يرد على واحدة. كثير بنشوف حالات سنجل سايد ديفنس، أو ممكن يكون في مايلد هيرينج لوس، فالأهل إذا خبطوا باب رح يجاوب، بس في مايلد هيرينج لوس ما بيقدر يلقطوا، فوي هاف تو سكرين. يعني اليوم بالعيادة اجتني أم سكرينينج بيبي، قالت لي ابني لا بستجيب بكل شيء تمام، طبيبة أسنان، وجاي بس سكرينينج لأنه الأطفال حولوها لأنه تعرض لهايبربيليروبينيميا وكذا. فحصنا الأوتو أكوستيك إيميشن في دان فيلد والدان الثانية طبيعية. فذيس ثينجز هابن، يعني مهم حكي الأهل بس مش كل شيء. فالسكرينينج أساسي، وفي دراسة احنا عملناها على 16 سنة بمستشفى الجامعة، رجعنا كل الاوديولوجيك ريكورد ولقينا انه الافريج ايج للتشخيص 4 سنين. This is devastating، يعني بكون 4 سنين الاهل مش عارفين انه مش سامع، بكون عنده degree of hearing loss مش complete hearing loss. اكيد اذا هو مش سامع بالمرة رح يجوا، بس في اطفال بكون عندهم mild moderate أو دان ما بسمع فيها بالمرة، they are difficult to detect. We have to screen all newborns. تمام؟ تمام، شكرا دكتورة. نعم.
هلا زي ما حكينا الاوتر هيرسز بتطلع صوت، بنحط الاوديولوجيست هذا البروب على الكنال، والجهاز بعطيه باس فين، هذا هو السكر. هلا شو بيعني اذا الطفل باس ذا سكرينينج؟ معناته طلع من الاوتر هيرسز ساوند، انلقط من هذا البروب وقرأوا الجهاز. اذا طلع فيل شو ممكن يكون؟ ممكن يكون الاوديولوجيست مسكه غلط، حطه على عجمة الكنال، الولد تحرك ما قدر يلقط الصوت. ممكن يكون الاوتر هيرسز فيهم بروبلم، في هيرينج لوس. ممكن يكون الاكسترنال كنال فيها واكس، او ولد مولود هلا فيه يكون هيمو فيرنكس وامنيوتك فلويد، فما بيقدر يقرأ الجهاز. فاذا هو sensitive for problems but it's not specific. الفولس بوزيتيف ريت فيه عالي كتير، فمش اي حدا فيل بالسكرينينج بروح بقول له ابنك فيه مشكله بسمعه. I have to check, retest واعمل فحوصات تانية. بس هو cost effective، سريع، بنحط pass fail و very cheap. ف this is the international used test بكل العالم. اي وحده بتولد في كل العالم بنفحص الولد قبل ما تروح وتوستك ادمشن. بس زي ما قلنا المشكله فيه انه كان بي affected by external middle ear problems، وكمان it cannot detect اذا في neuropathy، يعني اذا النيرف في problem والكوكليه شغاله بيطلع باس. فانا لازم اكون دائما حذره انه اذا في risk for auditory neuropathy اني اعمل further testing. تقدر تلقطه، لقطه اكوستيك ايمشن ما بلقط الاوديتوري نيوروباثي اللي هم تقريبا 20% من السنسوري نيورال هيرنج لوس كيسز. ففي ريسك فاكتورز زي بريماتشوريتي والهايبوكسيا وهدول والفاميلي هيستوري، دول كلهم بنعمل لهم فحص الاي بي ار، كلها بنحكي عنه. زي ما حكيت لكم الاي بي ار هذا الفحص زي الاي اي جي، بس الريسبونسز اكستراكتد زي ما انتم شايفين بالديجرام تحت، هذا بس من الاوديتوري باثوي. وبيطلع لنا ويفز من 1 ل 7، وكل ويف تعني شيء. احنا عاده بنطلع ويف 5، هاي من الانفيريال كوريكولس، اذا موجوده بتطمننا انه ما في بروبلم وشكلها منيح وظهرت بالوقت المناسب، يعني تستخدم وي تريس ات تو ريكورد الفري ميتنج والاند. طب خلينا نكمل. فإذا إحنا بنحط صوت وبنقيس عن طريق إلكترودز، بس المشكلة بهذا الفحص إنه بياخد وقت تقريبا ساعة، ولازم الطفل يكون رايق، مرات بنضطر نعطي سيديشن وإكسبنسيف طبعا. فهذا الفحص is very informative, very good, it can detect neuropathy، بس برضه لازم يكون يعني له appointment ووقته. البيور تون اوديومتري رح تشوفوه كتير بالعيادات، زي ما حكيت لكم بنحط هيدفونز، وفي كمان بون فايبريترز، بنحط بيور تونز سنجل فريكونسيز بالاير، وبنشوف اذا بسمعه بيكبس كبسه او لا. فبدك المنتال ايج يكون اباف 4. هدول رسمات بيور تون اوديومتري رح نشرح عنهم بالعياده اكثر، بس على الاكس اكسس في عنا فريكونسيز مختلفه بنفحصها اللي هي بنستخدمها ان دي تو دي سبيتش، وعلى الواي اكسس عنا الانتنسيتي. احنا حسب ال WHO اذا كانوا ال healing thresholds above 25 وفوق بيكون with the normal. هاي الاوديوجرام للليفت اير تحت ال 25 وعندنا sensory neural hearing loss فيها. هنا عندنا الرايت اير الريد نورمال، وعندنا الليفت اللي هي البلو فيها ديبت على 4000، هاي بتصير نتيجه نويز induced hearing loss. هون في عنا كمان سيمبل، هذا البون كوندكشن، بنحط فايبريتر على الماستويد وبنعطى فيه ساوند. فهون طلع انه على الماستويد اللي بفحص الكوكليا كويس وذ النورمال فوق ال 25 ديسيبل، بس الاير كوندكشن بالهيدفونز احتاج صوت عالي، فاذا في كوندكتيف هيرنج لوس. ومبين على الاوديوجرام اير بون جاب، يعني هذا خط الاير كوندكشن وهذا البون كوندكشن في بينهم جاب، فهاي كوندكتيف هيرنج لوس. هاي الحالة ميكس بوث، يعني في اير بون جاب وبنفس الوقت البون كمان نازل. فإذا عندنا هون ميكس هيرينج لوس، ممكن طفل انولد عنده هيرينج لوس انهيرتد وبنفس الوقت في واكس مسكر دانو أو ميدل اير فلويد، بيطلع ميكس هيرينج لوس زي هيك. البلاي اوديومتري نفس الفكرة، صوت وكبسة
بس بدل ما يكبس على الكبسة بنقول له حط الليجو فوق بعض، حط هاي اللعبة بالباسكت، وعندنا نفس الدايجرام ونعبيه، بس هي طريقة عشان to motivate the child. نفس الشيء في عندنا الفيجوال reinforcement اوديومتري، نفس الشيء بنحط بيور تون وصوت من سبيكرز، بس الفكرة فيه انه الجهة اللي بلف عليها الولد بيكون فري فيلد، يعني مش سماعة، الجهة جاي منها الصوت لما يلف عليها والصوت جاي منها بتضوي له لعبة زي reinforcement او تشجيع لإله. فكلها around طريقة انه احنا نحس الريسبونس من الطفل. بالنسبة للتمبانومتري اللي هو حكينا عنه الميدل اير تيستينج، زي ما شايفين بالصورة بنحط بروب بدان الطفل وبتعرض لسويب اوف بريشر من ماينس 600 ل 300، وبنشوف تشينج ان كومبلاينس بالتمبانيك ميمبرين. هذا نورمال تايب اي تمبانومتري، وفي عندنا هون نورماتيف داتا للفوليوم اللي هو قديش الهواء مشي بالاكسترنال كانال، وقديش الطبلة تحركت الكومبلاينس، وقديش الميدل اير بريشر اللي هو اذا نزلنا من البيك عمود على الاكس اكسس. التمبانومتري ممكن يكون فلات تايب بي، ما تحركت الطبلة نتيجة بيرفوريشن أو فلويد، ممكن يكون في نيجاتيف بريشر يعني تحركت صار بي بيك بس على نيجاتيف بريشر هاي تايب سي، ممكن تحركت كتير بس وذ النورمال بريشر تايب اي سب دي، مثلا الأوسكلز ديسلوكيتد أو الطبلة ثن فبتتحرك كتير، أو ستيف اي سب اس عليها كالسيفيكيشن فبتتحرك بس قليل، البيك باطي كومبلاينس رح نشرحهم بالتفصيل بالعيادات. بالنسبة للمانجمنت الريهابيليتيشن اوبشن، الطفل اللي بيطلع عنده هيرينج لوس بده هيرينج ايدز او كوكلير امبلانت وما بيكفوا لحالهم، بدنا ساين لانجويج او ليب ريدنج وسكول فور ديف بيبل اذا بحاجة لهاي الشغلات. الهيرينج ايدز بالبيدياتريكس بتكون بيهايند ذا اير زي ما شايفين في اير مولد، وبتساعدهم كثير باول فترة عبين يعني يتعلموا اللغة وتسبيك. وهاي كوكلير امبلانت برضه لها اكسترنال بارت، احنا بنحط الكترود جوا الكوكليا زي ما انتم شايفين هون، this works the function of the cochlea. اوكي، هلا اذا في نيوروباثي ما بزبط، لازم يكون هيرسل بروبلم. وفي external parts زي هدول اللي هم بلقطوا الصوت وبيبعتوه into a receiver implanted the skull، اللي هو زي ما انتم شايفين هون في بوتون، هاي بتبعت سيجنالز لجوا وجوا الكترود للقوقعة. ويعطيكم العافية، في أي سؤال؟ الله يعافيك دكتور. تمام؟ تمام الله هيك يعطيك بنخلص، العافية. الله يعافيك، تمام، يعطيكم ألف عافية وشكرا.